السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب، وتبقى جمعة خير على كل المصريين والعرب والمسلمين في كل مكان. الفيديو بتاع النهاردة طبعا هنتكلم فيه عن حادثة أو واقعة مؤسفة. هي مش واقعة، هي ظاهرة يعني، لكن هي دي واقعة اتصورت صوت وصورة، وهتلاقوا الفيديو أنا سايبه في الديسكريبشن، تقدروا تخشوا وتتفرجوا عليه على حسابي على تويتر. لكن الفيديو بصراحة فيديو المشهد ممكن الناس تكون اعتدت عليه، يعني ممكن الناس تشوف الفيديو تحس ان هي حاجة عادية. اهالي مريضة في احدى المستشفيات بأويسنا في المنوفية، اعتدوا على طاقم التمريض او الطاقم الطبي المعالج للحالة اللي هي لقربتهم اللي بتتعالج في المستشفى. طبعا الواقع هنا يعني للأسف انها هتعدي على ناس كتير، يقول لك طب ما ده بيحصل كل يوم. فكرة ان احنا بقينا نعتاد ان الاعتداء على الدكاترة او الاطقم الطبية في المستشفيات دي بقت عادية او بقت كتيرة، فمن كترها احنا بقينا عادي كبرنا دماغنا، ما بقناش فيه لنا وقفة، وما بقناش نهتم تحت ذريعة يعني الكلمة اللي بتتقال دايما، او تحت ذريعة يقول لك ايه معلش والله اصل الاهالي معذورين، اصل برضه هم مش في وعيهم، الله يكون لا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها كده. يعني انت المريض او اللي داخل الحاله اللي داخله دي، الناس دي شغلتها هي اسعاف المصاب او انقاذ المصاب، هي دي شغلتهم. يعني هم رايحين بياخدوا فلوس ومرتبات، او هم موجودين في المكان ده علشان يسعفوا الناس. كون بقى ان حاله الهلع والرعب اللي موجود عند حضرتك، طبعا دي مقدره، دي الموضوع ده طبعا انا مقدر جدا لما يبقى ليك حاله، اخ صديق اخت اب ام ابن، فانت بتبقى قلبك مفطور عليه. ده طبيعي، والا ما لو عكس كده يبقى انت مش طبيعي. فانت بتخش تلاقي الدكتور بيتعامل ببرود، ما هو الدكتور لازم يتعامل ببرود. الدكتور لو اتعامل زيك كده وهاج وماج وما بقاش مركز وتوتر، مش هيقدر يسعف الحاله، مش هيقدر ينقذ الحاله. فلازم الناس تبقى مستوعبه ده. ففي جزء خاص، جزء يا جماعه، جزء يعني جزء سيكولوجي، لازم تكون انت حضرتك فاهم ومستوعب. انت مشاعرك غير مشاعر الدكتور. مش معنى كده ان الدكتور بارد ومش مهم عنده المريض، لا، الدكتور شغال بعقله، هو الدكتور فات عليه حالات كتير زي دي، فهو الراجل بيتصرف لان ده شغله. فمش لازم الدكتور بقى يقعد يلطم زيك ويولول ويجري ويشيل ويحط ويتكربك ويعيط ويصوت، لا، ده مش شغلته، ولا شغلة الاطقم الطبية كده، عشان بس الناس اللي بتتهمهم دايما بالبرود. ده جزء خاص بطبيعه العلاقه بين المريض واهل المريض والاطقم الطبيه المعالجه. في بعد تاني برضه لازم ما نغفلوش، لان الكلام هنا برضه اصل دي ظاهره، قلنا ان ظاهره مش حاله واحده. الدوله شريكه فيها بايه؟ بالسكوت او بالتغاضي او بالاهمال، او بمعنى اصح اتاحت الفرصه للبلطجه. فكره ان قبل كده طبعا حصل اعتصامات كتيره ووقفات كتيره ومطالبات كتيره من نقابه الاطباء وطلبه الدوله ان لازم حمايه الدكاتره، ودكاتره عملوا اضرابات. ازاي الدكتور يبقى رايح يشوف عمله علشان يحمي حضرتك وحضرته ويشوف الحالات الطارئه وغير الطارئه، لان ده شغله وده دوره طبعا، يلاقي نفسه بيتضرب ليه؟ يعني انت متخيل بيتضرب، مش مثلا بيتجازى، مش مثلا اسهر في شغله فخد جزا فخد خصم لا، ده بيتضرب، بيتهان، كرامته بتتهان. لما كرامه الدكتور اللي هو من اعلى الفئات في المجتمع طبعا علميا تتهان بالشكل ده، يبقى انت مستني ايه؟ في حين بقى طبعا حاتم باشا ما حدش يقدر يكلمه، انما الدوله لو هي عندها اراده فعلا ان تعمل كرامه للدكتور، صدقوني كان الموضوع اتغير تماما. زي ما بنشوف انت اي امين شرطه او اي صف ضابط في الجيش او اي حد في الجيش او في الشرطه، معروف مكانتهم بتبقى عامله ازاي، محدش يقدر يبص لهم، تحديدا الجيش، قوانين الجيش اللي كل شويه بتقله فيهم. خلاص قانون الدوله عايزه تعمل ده، فبتحمي الناس دي، فمحدش يقدر يتكلم اي حد في الجيش. ضباط الجيش دلوقتي يا باشا بيقتلوا نسوانهم ويرموهم البلكونات ومحدش بيحاسبهم، وفي وضح النهار عادي جدا. فانا عايز اقول لك ان الدوله ما عندهاش رغبه ولا اراده ان تخلي الدكتور له قيمه في البلد. فما يا جماعه ما تتعبوش نفسكم، اي وظيفه مدنيه حتى لو كانت وظيفه عليا او فئه عليا ما لهاش علاقه، طالما انت ما فيش على كتفك زبلايت فخلاص، طالما البلطو انت لابس بلطو ابيض مش لابس افارول، فانت شكرا مالكش ليه في البلد دي. فنتمنى ان الحوادث دي ما تتكررش تاني، ونتمنى الاطقم الطبيه فعلا تعمل في ظروف مناسبه علشان خاطر تنقذ المرضى، لان ده دور. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى من حضراتكم دعمكم بلايك وسبسكرايب وشير، وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وجمعة مبارك عليكم، سلام.